سكة. منك لله يا نصابة. طبعا جيب فلوس. كويس اللي انت خرجت انا من السجن. لا لا لسه ما خرجتش. يا لهوي اعمل ايه؟ اجيب الخرطوش؟ لا مش هلحق اجيب الخرطوش، مش هلحق اجيب الخرطوش. راحت فين؟ راحت فين؟ كابوس ده ولا ايه؟ كابوس ايه؟ الحقني خد بايدي شدني. ها احنا في الدنيا ولا في الاخره؟ هو ده وقته دلوقتي؟ خد بايدي هيموتوني. شدني شدني. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا دراع يا ابا يا دراع. الحمد لله. انت سرقت شهادة مين؟ ما سرقتش حد. هما كانوا فاكرين انهم هيتكتروا عليا. هما مين دول يا ست سكسيك؟ صوت ناس بتخبط بره عندكم صح؟ اه استنى كده اما نتسلط على امك. ايوه ست سكسيك ما طلعتش هنا؟ وايه اللي هيجيبها هنا؟ ما تلاقيها في شقتها تحت. خلعت منها ونطت من الشباك. الله. طب انزلوا بسرعه الحقوها لتكون نزلت الشارع. انزلوا بسرعه الحقوها لتكون نزلت الشارع. وفي ايه يا ماما بالظبط؟ تلاقيها راحت تعمل مصيبه من مصايبها. ما انت عارفه الله يقطعوكي حتت يا حتت. يقطعوا مين يا وليه؟ اللي ناقصه يا عديمه الربايه. مين حبيبتي؟ انت اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا جيت عشان اسمعك وانت بتتكلمي علي. يا وليتي مش هتبطلي قله الاصل اللي انت فيها دي؟ عيب بقى يا ست سكسكه، دي مهما كانت امي برضه. مالك يا اخويا بتقولها بفخر قوي كده؟ دي وليه زباله اساسا. هي مين دي اللي زباله يا وليه يا قرشانه؟ انت عماله تهزقي فينا؟ اختشي على سنك، ده انت رجلك والقبر. انا رجلي والقبر؟ طب بس ما تتشنجيش قوي كده لطقم السنان ينط من بقي. عفريت لما ينط في وشك يا ولية. عفريت ينط في وشي انا؟ طب انا بقى اوريكي نطه العفريت اللي على اصولها. تعالي يا ست سكسكه. طب تعالي امشي. طب لا يا ست سكسكه، في ايه بقى؟ في ايه؟ ما تكبرينا بقى. الله انت بتزعلي. انت كمان لا ده تقعي لعبه تتربى بقى. طب خد يا جماعه يا اللي بتدور على ست سكسكه. ست سكسكه هنا اهي. لا 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 ما تبوسيش دم، ما تبوسيش دم، ما تبوسيش. مين؟ بيسو. تعالى يا انشط. تعالى يا حبيبتي. ايه اخبار الشغل؟ تمام. انا مبسوطه قوي يا انشط بجد. يا رب يا رب يبسطك ويفرحك على طول يا رب. حاسه ان بقى ليا دور كبير قوي يا انشط. حاسه اني ببني ثقافه ومسؤوله عن فكر شباب واجيال وباثر فيهم عشان تبقى عارف ما هم امانه في رقبتي برضك يا انشط. انا كمان عايز يبقى ليا دور مع الاجيال دي. ماشي تمام، بس دور ايه؟ اودي الاجيال واجيبها. ازاي يعني؟ اجيب اوتوبيسات واروح محمل فيها العيال واوصلهم لبيوتهم، تاني يوم الصبح اخدهم من بيوتهم واوديهم المدرسه. هم مش عندهم اوتوبيسات هنا في المدرسه وشغاله؟ عادي جدا. ايه يعني ما تفرقش؟ هم عندهم اوتوبيساتهم، احنا عندنا اوتوبيساتنا، هم يكسبوا احنا نكسب، هم مش احسن مني كبيسه. اه بس ده موضوع محتاج كاشات كتير قوي يا انشطه، انت معاك؟ ما تقلقيش، قولي اه بس وانا اتصرف. خلاص ماشي. لا ابعت لي ايميل الاول. ده مين ده؟ معرفش، انا سمعت شوكار بتقول كده، اي حد يطلب منها حاجه بتقول له ابعت لي ايميل الاول. ما تبقيش ودانيه وتسمعي كلام حد، قولي اه وما تدخليش حد بينا. ماشي، ادام حاجه هتفيد الاجيال وتكبر مشروعنا يبقى على البركه. على البركه. الف الف حمد لله على السلامه يا هانم. الله يسلمك، ميرسي قوي يا متي. انت تشد حيلك بقى، ما ينفعش تسيبي المدرسه كده. لا ما تقلقش، كاظم بدالي وهيسدوا اكتر. كاظم بيه؟ ايوه، انت ما شفتهوش وهو بيزعق لهم بيطردهم بره المدرسه. كاظم بيه ابنك؟ ايوه هو. سبحانه سبحان مغير الاحوال،
المهم يا متر، عايزاك تشوف لي طريقة قانونية تخلص لي بيها من القرف ده، ولا انتوا مستنيين لما هي تجيب أجلي؟ وفي حل، بس أنا كنت سايبه للآخر. إيه يعني؟ محوشه؟ ما تقول إيه هو؟ إحنا نطعن في الأوراق اللي معاهم، يمكن نمسك ثغرة قانونية كده أو كده تقوي موقفنا.